السلام عليكم ومرحبا بكم كامل. اليوم نتكلموا على حرب الرمال. نتكلموا على حرب الرمال والحقيقة الأخرى ولا الوجه الآخر اللي بالك يعني معظم الناس ولا يعني الأغلبية ماشي جايبين خبر بها. المهم يقدر يكون حقيقة ويقدر يكون كما يقولوا وهم، يعني كما يقولوا المؤامرة، يعني كونسبيراسي، يعني كونسبيراسي وبالصح مدعمة ببعض الوثائق والبحوث، وكما يقولوا ثاني كما الحوادث يعني توري لك الوجه الآخر. المهم كما تعرفوا يعني القصة هذه، الجزائر استقلت، المغرب دخل الحدود، والجزائريين قال لك تيروا عليهم، وبدأت الحرب هذيك اللي دامت بعض أسابيع ولا بعض الأيام. المهم قبل ما نبدأ الحلقة هذه نسمعوا الواش قال بن بلة. الحوار هذا تلقاوه فوق قناة الخنزيرة، شاهد على العصر بن بلة، الحلقة 11 وقيلا في دقيقة 27. بن بلة هنايا المشكل قال له هو مشكل بين الحكام، يعني بينه وبين الحسن الثاني ولا بين جماعة الحسن الثاني والجماعة ديالنا، وهذا الخلاف اللي كان أدى إلى هذيك الحرب. حب يقلب على الدليل الثاني، هو يروح يفتش في نفس القناة على تصريح صالح حشد اللي كان عضو في الطيران المغربي، وان كان دار تصريحة ثاني فيها واش تفهم، يعني بغض النظر على ماشي بغض النظر، يعني المغرب دخل به يفرض الوجود ديالو عسكريا فوق طاولة المفاوضات. وكان ولو للاخر الكلام ديالو قال لك باللي الحسن الثاني ما كانش حاب يحل هذا المشكل بالمفاوضات، وكما تشوفوا كان هناك اتفاق بين الحكومة الجزائرية المؤقتة والحسن الثاني. وتخيلوا يعني بن بلة كان صار رئيس في 15 سبتمبر 1963، يعني أيام قليلة من قبل بداية الحرب هذه. وفحسب التقارير يعني الجيش المغربي كان دخل في بعض التقارير دخل في شهر سبتمبر، يعني شهر قبل بداية المناوشات ولا الحرب هذه اللي أدت بالحياة الشعب الجزائري والشعب المغربي. كما تشوفوا هنا الوثيقة هذه بن بلة فاز بالأغلبية الساحقة، كما هو كما معظم رؤساء الجزائر اللي ديما يفوزوا بالأغلبية الساحقة. يعني ماشي هذا موضوعنا، الموضوع ديالنا هو يعني بن بلة يعني عادوا غير كما تولى الرئاسة، والمروك دارت الخطوة هذه. المهم اللي يدخل حبي يدخل في تفاصيل الحرب هذه، يعني هناك مصادر والمهم وهناك اجماع باللي الجزائريين هم من اطلقوا النار، يعني اجماع بالك هناك مصادر اخرى. ومن ثمك ننتقلوا الموقع الإذاعة الوطنية الجزائرية، يعني هنايا ما يخش لي حب الوجهة النظرة وجهة النظر المغربية، هذا ماشي دليل عليه ولا كما يقولوا حجة. وين يحكي لك هذا المصدر تاع الإذاعة الجزائرية باللي المغرب كان حاب يصدر المشاكل الداخلية ديالو للجزائر، يعني اللي يحب يقراه يدخل في الموقع هذا ويشوف. والان اللي يحب يكذب المصادر هذا يدخل في المصادر الفرنسية، ومنها جريدة لو موند اللي تحكي لك على التطور السياسي ولا التدهور السياسي في المغرب
في هذوك النهارات، يعني سنتين بعد تولي الحسن الثاني العرش. اللي يحب يقراه يدخل في الرابط وين يحكي لك على يدخل الرابط، ومن بعديك نلقاو هذا البحث الثاني، الواحد كاتب فرنسي ولا باحث، وين كان يحكي لك على استخدام الحسن الثاني للجيش المغربي، يعني هذوك النهارات لتجسيد السياسات ديالو. المهم ماشي باش ندخلوا في السياسة الداخلية تاع المغرب. وقال لك يعني الحسن الثاني كان استخدم الجيش في الحرب من أجل انتزاع اعتراف بن بلة بالعهد تاع فرحات عباس. يعني قلنا بن بلة كان تولى الرئاسة منذ شهر فقط، وهذا الباحث الثاني يقول لك بليك هذه الحرب كانت بمثابة جمع المغاربة ولا الشعب المغربي تحت لواء الحسن الثاني. يعني اللي يقرا يلقى واش الحوايج اللي كانوا صارين في هذاك الوقت، يعني حسب القراءات، يعني هناك قراءات متعددة. وبه يخلق الوحدة الوطنية حول الملك المغرب، قال لك تم خلق هذا المشكل الجزائري، وتمت كما يقولوا الجزائر صورت كما يقولوا الدولة المنافسة اللي راح تهدد وحدة المغرب. يعني أنا نتكلمو على 1963، وكان ثاني مصورها النظام المغربي، مصور الجزائر بأنها تريد الاستيلاء على الصحراء. يعني هذا واش كتب السيد هذا. وكانت الحرب هذه تاع 63 هي كانت بمثابة قطع الطريق للمعارضة المغربية وضم الجميع تحت لواء واحد. ويقول لك بليك حرب الرمال كانت صحة ولا متنت الموقع النظام الملكي ولا نظام الحسن الثاني في المغرب، اللي ولا هو كما يقولون رمز للوحدة الوطنية. المهم اللي يحب البحث ندير لكم الموقع، واللي يحب يقراه باللغة الفرنسية وبلكي ترجموه بالجوجل. ومن ثم نوليو للموقع ولا يعني نوليو للور للمقال تاع الإذاعة الجزائرية ولا النظرة الرسمية للجزائر للدولة الجزائرية. وين كما قلنا حصلوا هذا الحرب هذه في المغرب، اللي حب يسوق المشاكل ديالو للجزائر ويتهنى منها. هنا الإذاعة الجزائرية ولا كما يقولوا الرسمي تاع الجزائر نساوي تجاهلوا الى الوضع السياسي اللي كان في الجزائر هذوك نهارات ولا هذيك السنة، وين كان هناك حرب في منطقة القبائل. يعني هذه الحرب ما كانتش حرب القبائل ضد الجزائر ولا ضد قوم واحد آخر، إنما كانت حرب للمعارضة الجزائرية ضد النظام اللي كان استولى على السلطة. يعني كان هناك حرب ضد نظام بن بلة. وفي الحقيقة يعني بن بلة كان وضعه مقود أكثر من وضع الحسن الثاني. المهم بقدرة قادر اندلعت هذه الحرب بين النظام الجزائري والنظام المغربي. وسمعتوا واش قال بن بلة، وين كان الجناح المسلح في هذا الحرب، يعني وين كان الجناح المسلح للمعارضة ولا في منطقة القبائل بقيادة محمد والحاج. كان وضع السلاح ضد نظام بن بلة واتجه للحرب ضد الجيش المغربي في الحدود. وهنا يبقى أيت حمد وحده في المعارضة، ومن ثم كما قلنا انتهت الحكاية هذه بإيقاف أيت حمد.
وتم عقد الصلح بين بن بلة ومحمد والحسن الثاني، يعني وتفاهموا على السلم كما قال الطيار هذاك. يعني كان هناك، كان لهم كما يقولون، كانوا قادرين يحلوا هذه المشكلة بالمفاوضات. بالصح داروا المهم، داروا هذيك الحرب وتخلصوا من المعارضة الداخلية كما يقولون. المهم في المغرب في 1965 انقلع، رجعت نفس المشاكل وتم الإطاحة ببن بلة ثاني من طرف بومدين. المهم كما يقولون الخاسر الوحيد في هذه الحرب هذه هما الشعب المغربي والشعب الجزائري، بينما النظامين كانوا أتهناو من المشاكل. يعني إمضاء برك مر في فوق الورقة. المهم قلنا هذا الموضوع اللي حبي يحوس عليه، يعني هناك عدة كتابات ومقالات، ويعني هناك من يقول لك بليك هذه الحرب كانت يعني مفتعلة. المهم اللي يحب يحوس يلقى. نتمنى اللي عجبتكم الحلقة هذه، ونتلقاو في ساعة الخير.